أهلا وسهلا بالجميع. تعكس العملة على اختلاف أنواعها حضارة الأمم وثقافتها وتاريخها، وكما هو معروف فجمع العملات الورقية هي هواية بألف هواية، وهي توصف بهواية الملوك وملكة الهوايات، فجمعها والحفاظ عليها نوع من الرقي والتحضر، وتمثل العملة سيادة وكيان الدولة، وتتبدل وتتغير العملات حسب الزمان والمكان. منها نتعلم الجغرافيا والتاريخ واللغات وحتى السياسة، فهي الهواية الأثيرة لآلاف الأشخاص. ولكن تظل بعض أنواع العملات راسخة في الوجدان، والاحتفاظ بالعملات القديمة هواية، ولكنها في الجانب الآخر ضرورة لحفظ تراث الوطن الثقافي والوجداني. من هذا المنطلق، ولكي تكون هوايتنا منظمة وعملنا فعال، قمنا بتأسيس الجمعية اللبنانية للعملات كثمرة لسعينا الدائم نحو هواية أفضل. سنعرض عليكم رؤية الجمعية وأهدافها، بالإضافة إلى برنامج عمل السنة القادمة. رؤية الجمعية: المساهمة في تعزيز شبكات التواصل بين جامعي كميات من عملات ورقية ومعدنية إلى طوابع وميداليات ووثائق ومخطوطات قديمة وجديدة لبنانية وعالمية بين اللبنانيين وبينهم وبين الأجانب. المساهمة في مساعدة الهواة والمحترفين على تطوير مجموعاتهم وخبراتهم في هذا المجال. أهداف الجمعية ثقافية علمية توثيقية وتندرج فيما يلي: المساهمة في إقامة محاضرات ومعارض تثقيفية للتعريف بالهواية والهواة والمتخصصين في لبنان. المساهمة في إقامة دورات تدريبية خاصة مع المختصين من جميع البلدان. نشر كافة المعلومات والأخبار والأحداث المتعلقة بالهواية. إبراز دور الهواية وخلق الفرص والربط بين لبنان البلد ولبنان المغترب والتنسيق معهم، وذلك للمساعدة على تنفيذ مشاريع ومعارض خاصة بهم في لبنان لعرض مجموعاتهم وأفكارهم. المساهمة في تأمين الموارد التي تغني المكتبات الخاصة والمكتبات العامة بالبحوث والمراجع العلمية والأدوات والأفلام الوثائقية المتعلقة بالهواية، ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة الجهات التي ترغب في الاطلاع على آخر الدراسات والبحوث في هذا المجال. المساهمة في إصدار المطبوعات والمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية وتفيد المهتمين الهواة وذوي الاختصاص. المساهمة في تنمية الوعي الثقافي والتاريخي لدى الهواة وتوثيق أواصر الصلات والعلاقات والصداقات فيما بينهم. المساهمة في بناء العلاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلائم أهدافها مع أهداف الجمعية، والاتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية. المشاركة في المهرجانات والمعارض الدولية والمحلية ذات العلاقة بأهداف الجمعية. تم إنشاء موقع إلكتروني labnumis.com، سيتم فيه عرض جميع النشاطات التي تقوم بها الجمعية، بالإضافة إلى قسم يحتوي على معلومات عن كل العملات الورقية والمعدنية. تم أيضاً إنشاء موقع الجمعية على تويتر والفيسبوك باسم Lebanese Numismatic Association، يمكن للمشترك من خلاله متابعة جميع الأخبار والنشاطات المتعلقة بهذا الموضوع. لقد تم وضع برنامج عمل لسنة 2015 يتمحور حول ثلاث نقاط: إصدار كتيب عن العملات اللبنانية يحتوي على جداول لجميع الإصدارات والتواريخ للعملة اللبنانية مع فهارس خاصة بها بطريقة موثقة بصور ومعلومات يمكن أن تستعمل كمرجع في هذا المجال، لتساعد الهواة على استكمال مجموعاتهم وتقييمها وتوثيقها بطريقة منظمة ونموذجية. التنسيق مع الجمعيات اللبنانية والعربية الخاصة بالعملات للقيام بمعرض دولي للعملات في لبنان، والتنسيق مع مصرف لبنان بهذا الخصوص. تكثيف اللقاءات والنشاطات والندوات الدورية تحت سقف الجمعية وتنمية الهواية بشكل مستديم. التحضير لآلية لتقييم العملات بحيث تتم معاينة دقيقة للأوراق لمساعدة الهواة على تحديد حالتها وقيمتها. وأخيراً نسعى من خلال هذه الهواية
إلى تسليط الأضواء على ثقافة وتاريخ الشعوب، الأمر الذي يؤكد دوره جميع العمولات والطوابع في تسجيل تاريخنا والمحافظة على الأجيال المقبلة. وشكراً.